الشاي. مو قدرانة آكل شي بالمرة، هلأ تغدينا؟ خليل احكي لك شي كلمة. نعم خليل، كيفك يا ابني؟ شو بدك؟ لازم نحكي مع بعض. مدحت، قلي. خليل، أنا حبيت أمك كتير وتعلقت فيها. أنت شو عم تخرف يا؟ شربان شي؟ لا بس حبيت قلك عن جد، صدقني أنا حبيت أمك كتير. لا تواخذني، بس أنا ماني طبيب نفسي. أحسن لك روح لاقي طبيب نفسي. أنا رح أقوم نظف المطبخ. أنت اشربي شايك وأنا بنظفه. ميرنا، قومي كلي لك شي لقمة. يا تيتا والله ما بقدر. خليل حكى شي هاد؟ ليكون زعجك وحكى شي بخصنا. لا لا. لكن شو في حكيلي؟ قال بحب أمي. هيك عم يقول. من وين هالحكي؟ ما بعرف، يمكن سكران أو عم يخطط لشي جديد. ميرنا، شيماء. كيفك يا حلوة؟ تعي لهون. ما عملت شي، ليش عم طايتي عليها؟ ما بقدر.